كيفوا اللي كان عاكس البيت كان ضربوهم وانا البارح فوق جاري من الكمين ديالي كان عاكس العول واحد غير خاص كان يدوز فيهم مسكين شي في الهرمه هرمه الهرمه ما كان يدوز في البلاد انا شو ضربوا والله تترد عليك بالله على مستاشين على هادشي اللي طلع غنديرو دابا نديرو واحد شي كايه بهاد الناس دير الخضره والفواكه. جينا اليوم كاين واحد الاضراب ديال الناس ديال النقل، واحد النقابه دايره واحد الاضراب. كنتفاجئوا حنايا عندنا لي ستاسيون دومبلاج ديالنا ما بقاوش الشيفورات كيبغيو يشارجيو، ملي كنسولو كنلقاهم هما ما عندهم علاقه، هذوك الناس اللي كيشارجيو عندنا ما عندهم علاقه بالنقابه، كيمشيو في الطريق فايت ملول كيحبسوهم الكاميوات. كاين اللي كاميو اللي محبوسين دابا شي 4 ايام وخمس ايام هو السلعه ديالو، كاين اللي كاميو اللي عندنا حنا واقفين حنا دابا في لي ستاسيون، كل ستاسيون عندها كاميو جوج واقفين حداها الفريكوات عامرين على هذا الاضراب. اللي بغينا نفهموا حنا هو الحق الاضراب راه حق مشروع، ولكن اللي ما داخلش ما دايرش الاضراب راه خدام ما دايرش الاضراب. حنا ما عرفناش الاضراب ما عندنا علاقه به. هاد الناس كيجيو ولات البلطجه والفوضى اللي كاين اللي دايرينها بهاد الله. ملي كدي مع المدويتي قالك سير دير شكايه. انا باش غندير شكايه كتبقى السلعه ديالي كتخسر تما يومين وثلاث ايام، والكليان ديجا خاص توصل السلعه ما وصلتش السلعه. كنشوف حنا جينا دابا للمحكمه على داك الاساس يعطيونا شي حل مع هاد الناس، واش غادي يحبسوا هاد الشيء ولا يكون داك الشيء مقنن. سينو الا كانت البلطاج والفوضى كرما راه الاقتصاد كيهرسوا الاقتصاد ديال البلاد، مع العلم انهم كيقول لكم احنا داير الاضراب داير. ملي كتسولهم حتى المفهوم ديال الاضراب ما معروفش علاش، واحد كيقول لك دايروا على الفيزا، لا انت داير الفيزا داير الاضراب على الفيزا، الفيزا غادي يجي عندك الرئيس يعطيك ديال الدوله اخرى يعطيك الفيزا هنايا، راك كتهرس في الاقتصاد. والغريب في الامر انهم الشركات الاسبانيه كيخليهم يدوزوا والشركات المغربيه كيحبسوهم. كيبان لي هذا كيبان لي تهرس ديال الاقتصاد ديال البلاد، بحال دايرين هذا سميتو عليه ضدنا حنا، وحنا هنا نشوفوا باش يدير لنا شي حل، نطلقوا السلعه ديالنا نطلقوا الكاميرات ديالنا يمشيو. كاين شي خسائر لحد الان دابا حاليا؟ كاين خسائر اللي غتجي من بعد، لان ملي كتكون داير مع السوبر مارشي داير معاه خصك توصل السلعه نهار اثنين وقت نهار ثلاث، راه كينزل عليك هو بالخطيه. هذه الاولى. كاين مول الكاميو عاوتاني يقدر يوقع عليه لومبان وما سادين عليه، ما يقدرش يخرج يصلح الكاميو ديالو. راه جايه خسائر راه جايه، هذه سير خسائر ديال اللي تابع سير مو جايه. دونك هذا الشيء اللي بور لونستون اللي عندنا ما نقولو، نطلب الله يفكها بسلام. بالحر شيسين نائب الكاتب العام لجمعيه شتوكا للمنتجين الفلاحيين، حنا اليوم واجدين نمثل الفلاحه ديال المنطقه، خاصه ديال المنطقه ديال شتوكا، ونتازروا مع الاخوان ديالنا في الجمعيه ديال المنففين وديال النقل عبر الطرقات. جينا نوقفوا معاهم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم، حيت حتى حنا من بين المتضررين من هذا الاضراب اللي داروا هاد الناس ديال الناس ديال لوجيستيك. الاضراب اثر سلبا على القطاع الفلاحي، وادى الى 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 كساد السوق، وادى ايضا الى انخفاض الاثمنه ديال المنتوجات الفلاحيه. كاينين الناس دابا اللي عندهم منتوجات ديالهم وعندهم كونطرا مع المبراج وحاطين السلعه ما كاين اللي ياخذها من عندهم، ما كاين اللي يصدرها. وحنا من هذا المنبر كندعو بهذا الاضراب هذا، وكنتمنى من الله تبارك وتعالى باش انه يتحيد هذا الاخر ان شاء الله. ما بين الخسائر، اولا كاين الانخفاض ديال الاثمنه. من بعد هذا الاضراب هذا الاثمنه ديال المنتوجات الفلاحيه شهدت واحد الانخفاض كبير، وهذا رجع سلبا على القطاع الفلاحي. وكاين ايضا الناس اللي عندهم لي كونطرا مع لي ستاسيون دومبلاج، بقات عندهم السلعه في لي فير، لي ستاسيون دومبلاج ما قدروش ياخذوا هذه السلعه هذه حيت وسائل ديال النقل ما متوفراش. رسالتنا للمسؤولين انهم يوقفوا هذا الاضراب هذا. هذا الاضراب حيت راه الخسائر ديالو غتكون كبيره بزاف، لا بالنسبه للاقتصاد الوطني ولا بالنسبه حتى للفلاح.